السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن خالدي، واليوم التغطية من معرض دار النخبة للسيارات، وأكيد التغطية بتكون مميزة وجميلة ومسلية. عموما خلوكم معنا. وطبعا أخوة الكرام، اليوم التغطية حلوة وجميلة عن سيارة مميزة وصغيرة وكلاسيكية، وبرضه تدخل من بين السيارات الفاخرة صراحة، فيات 500 موديل 2019. طبعا تجي على فئتين، فئة الكشف والبانوراما. وطبعا أسعار السيارات عليها عرض حاليا. بالنسبة لفئة البانوراما اللي هي هذه، سعرها 73,000 ريال، طبعا سعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. وفئة الكشف سعرها 79,000 ريال، سعر لا يشمل الضريبة ولا يشمل التسجيل. وطبعا الكشف هذه مفتوحة وهذا هو مغلق الكشف. طبعا السيارات وارد الوكيل المحلي للمملكة العربية السعودية، ضمانها 5 سنوات. بناخذ جولة سريعة للسيارة من الخارج، بعدين نتكلم عن أهم المواصفات وأهم المزايا. طبعا هذه البانوراما 73,000 ريال. طبعا انها صغيرة ما شاء الله، تشيل 4 ركاب. طبعا عندهم الكثير من الالوان الخارجية للسيارات، ما شاء الله تطب وتخير. موديلات 2019 على فكرة، سيارة ايطالي، تجميع ايطالي. المحرك طبعا اخوان الكرام 4 سلندر، 1400 سي سي، 100 حصان، والجير اوتوماتيك من 5 سرعات اوبترونيك. نظام الدفع فهو امامي. طبعا مواصفات سيارة خارجية، عندنا الانوار حق السيارة LED زي ما تشوفون. طبعا في كشافات ضباب، وفي عندنا انوار الزنون. والسيارة عنها صغيرة، لكن جنطة مقاس 16 انش، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا هنا الاشارات الجانبية، عندنا هنا الزيق زي ما تشوفون، وعليه شعار 500 فئة السيارة. ونلاحظ ان انوار السيارة خلفية LED، طبعا فيها 3 حساسات خلفية، وعندنا شريط كروم خلفي على الصدام. طبعا بالنسبة لصرفية الوقود، هذه صرفية السيارة، كل لتر بنزين يمشيك 18.6 كيلو، تقييم السيارة ممتاز بلس على شيء. نوع البنزين 95، اعتذر. صراحة اللؤلؤ عليها خالع، والله جميع الالوان جميلة جدا. طبعا فيها كشاف ضباب خلفي، هذا شكمان السيارة برضو كروم. ناخذ جولة على الألوان بشكل سريع. طبعا هذا اللون اللؤلؤي، طبعا هذا الرمادي تقريبا، عندنا هذا الرصاصي أو عفوا البني جاي، هنا اللون اللؤلؤي، هنا اللون الأخضر الزيتي. صراحة برضه هذا اللون جميل جدا. في اللون الأسود، وفي برضه اللون الليموني، في عدة ألوان. طبعا السقف في احمر، في بيج، مثلا هنا عندنا جاي لون بيج. ننتقل للسياره، نبدا نتكلم مواصفات السياره الداخليه. لكن قبل كل شيء، طبعا السياره جميله جدا، فيها ميزه حلوه. اذا مثلا جاك احد الاشخاص ودك كذا تهايط عليه كذا، تستعرض ما شاء الله قدامه، مثلا حابب تفتح له البانوراما قبل لا يركب، عفوا او سقف الكشف، ما هو بانوراما، سقف الكشف بالمفتاح. طبعا يفتح اكثر من كذا، يوصل الى الحد هذا. متملقف على السيارة من هنا، طبعا ما شاء الله هذه مرتبها، هذه من الداخل. بسم الله ما شاء الله،
طبعا مقاعدها لونها احمر، جوانبها باللون الابيض. على المواصفات اللي بالسيارة أو حجم السيارة، ما شاء الله السيارة تمتلك 7 رباقات، ما شاء الله، هذه ميزة حلوة. سيارة بشكل عام صحيح أنها صغيرة اقتصادية، لكن مواصفات السلامة فيها عالية جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أها يا زينها، خلينا برضو تصور معليش، ودنا كذا ناخذ شيء للذكرى نحتفظ كذا. صورنا بسيارة كشف، هذه السيارة من الداخل. صراحة قبل فترة سويت عليها تغطية في اليوتيوب، عفوا في سناب شات مو باليوتيوب، في سناب شات تكلمت عن السيارة، حتى اللي جالس ورا ما يحس ان السقف قريب. يعني السيارة ما شاء الله تعتبر مضبطين تصميمها الجماعة، يعني ايطاليين احجامهم زي احجام العرب تقريبا، عندهم اطوال، فيعني ماخذين احتياطاتهم للحجم الضخم. بسم الله نكمل التغطية، بس نعدل اللي حررناه شوي. بسم الله، هذه السيارة من الداخل. هذا جير صراحة، حتى تصميم الجير جميل جدا، والله أنيق. شغل السيارة طبعا، هي مفتاح. هذا مفتاح السيارة، عدادها، عداد الرحلات. طبعا هنا الأبواب جلد، هنا بلاستيك، مقبض كروم. عندنا طبعا الزجاج كهربائي، طبعا النزول أوتو، الصعود لا. وقودها جلد ثلاثي، طبعا الأوامر الصوتية موجود فيه، تحكم بالنظام الصوتي، البلوتوث موجود، تحكم جير أفون خلف المقود برضه موجود، تبديل السرعات، التعشيقات إلى آخره. وطبعا عندنا هنا شاشة معلومات زي ما تشوفون، طبعا هنا الريوس بس ما فيها كاميرا خلفية، صغيرة السيارة إن شاء الله على حجمها. طيب تقدر تربطها بالجوال، فيها كثير من الخصائص ما شاء الله تبارك الرحمن. الشاشة بالحجم هذا ممتازة السيارة هذه. عندنا هنا وضعية قيادة سبورت، إذا حبيت تقربها سبورت فليشر. طبعا هنا تطفي تشغل كشافات الضباب الأمامية والخلفية، حتى هنا جاي صراحة تلاحظون أنه جاي هنا اللون اللؤلؤي، تصميم السيارة الجميل الأنيق. المكيف لمس، تحكم منفصل بين السائق والراكب على حجم صغر السيارة، لكن مدلعينك بالموضوع ذا. أوتو طبعا، عندنا الجير أوتوماتيك على التصميم الكلاسيكي، صراحة أوتوماتيك وتوبترونيك حاليا. طبعا بي ما لاحظتنا فيها بي، لكن الان هو مكان البي جاي. كذا دي هنا تقلبها توبترونيك، عندك هنا ريوس، صراحة جميلة جدا، تصميم هانيق. عندنا هنا منفذ طاقة، عندنا حامة كواب 2، منفذ USB، نظام صوتي، الهاند بريك حق السيارة. طبعا نلاحظ هنا في حامة كواب برضه عدد 2 للمراتب الخلفية موجود. هذه مقاعد السيارة، درج السيارة، مراية تعتيم داخلية، عندكم هنا انوار السقف، لا انوار السقف كذا تشتغل، الشماسات فيها مراية، شماسة الراكب برضو، والمراية تعتيم داخلية. هنا عداد الرحلات حق السيارة زي ما تلاحظون، من هنا تحكم فيه زي يعني هنا. طبعا هنا تحكم في مستوى الإنارة الداخلية، لا عفوا هنا تحكم في مستوى ال هذه هنا التربة، التحكم في عداد الرحلات. طبعا برضه في تحكم في مستوى الإنارة الداخلية، عفوا الخارجية من هنا. بالنسبة لمواصفات الأمن والسلامة، فرامل ABS، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات، إرباقات أمامية وجانبية، وعدد 4 حزمات أمان. سيارة جميلة أنيقة، منافسين صراحة بالفئة هذه نادر تلقى منافسين،
لكن في عندهم حتى أستون مارتن عندهم سيارة بالحجم هذا. عندنا برضو سمارت مرسيدس بس ذيك مواصفاتها منخفضة، حتى مواصفات السيفتي مو زي ما توصل للمرحلة هذه اللي موجودة في السيارة الفخامة. حتى هذه يجي منها طرازات كثير، يجي منها جوتشي، يجي من كثير من الأشكال بالسيارة. عموما أنا حاب أنتقل للكرسي الخلفي صراحة، نصور الكرسي الخلفي بعد ما نسكر البانوراما علشان نشوف لحظة كيف الحجم الداخلي، ونعرفكم على حجم السيارة الداخلي كيف يكون. طبعا نسكر بسم الله. طبعا عجبتكم تغطية السيارة ان شاء الله بإذن الله، وشفت طبعا تفاعل كبير بإذن الله بسوي لكم تغطية كاملة على السيارة حتى في سواقتها والتمشية فيها. فإذا شفت فيه تفاعل جميل جدا لا يمنع. في سيارة مع لح الله يعني مع واحد من الشباب من خوي صاحب المعرض، في عنده واحدة اصدار خاص برضو ارقى من الفئات هذه، لكن ذيك عادتها 10 حبات في العالم بس اللي جاء منها في السعودية طبعا. فإذا حبيت نصورها، إذا حبيت نصورها أبغى تفاعل. عموما ننتقل للكرسي الخلفي بسم الله. طبعا كذا سكرنا السكس. بس تسوي كذا كل الكرسي يتحرك معك بسم الله. طبعا انت جالس ورا، ما دام اللي جالس في الكرسي ذا تحرك لا بأس. خلاص تقدر تتحكم في الكرسي صراحة. طبعا بسم الله. وهذه السيارة انا الحين جالس ورا، ترى عادي يعني صراحة. أشوف الارتفاع لا بأس فيه حق السيارة حق السقف، فلا بأس يعني حقت طلعت شباب ويكند جميلة. شوف هذه ضايقتني صراحة شوي، لكن خلاص حلو كذا ممتازة جدا على حجمي. أنا أشوف صراحة لا بأس فيها يعني اللي قدام. خلي بس ممتازة حلوة، واحد جنبي ثاني يركب عادي، وممكن ثلاث عصاقيل ما عندهم اي مشكله. حتى فيها تكايه هنا، ما ادري واضحه معكم ولا، بس هذه تكايه. فعموما حلوه حلوه حقت صراحه حقت دلع ويكند. اهم شيء تحافظ عليها تعيش معك، ورثها لاحفادك هذه السياره، بس اهم شيء محافظه. هذه ابرز المواصفات اخواني الكرام للسياره. سياره جميله، اللي يبغى سياره اقتصاديه وحلوه وشكلها جذاب هذه خيار مناسب. كسيارة اقتصادية وعملية يعني إذا بيحافظ عليها أكيد. سيارة شركة فيها تمتلك ما شاء الله عدة شركات من السيارات. فعموما أخوة الكرام طولت عليكم بالتغطية، سيارة حلوة وجميلة، وزي ما قلت لكم إن عجبتكم السيارة طبعا أو حاب أحد يناوي عليها بإذن الله أحط لكم أرقام التواصل آخر شيء. وبرضو إن شفت فيه تفاعل ممتاز بإذن الله بسوي لكم تغطية عليها كاملة مع القيادة بإذن الله، نصورها ونحن نتمشى عليها ونشوف وضع السيارة. عموما على الرجال اللي مستخدمها صاحب المعرض يمدحها صراحة، يقول ما شاء الله اني ماشي فيها 200 ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا مو بيحمسك على السرعة او بيحمسك على التهور، لكن يتكلم عن السيارة يعني مثلا خلاص تعرف، انت تعرف جودة السيارة، تعرف رساوتها، تعرف من السرعة العالية شفتها ثابتة خلاص يكفيك. طولت عليكم خير كرام بالتغطية. لا تنسون تابعون برضو معرض دار النخبة، حطوا لكم السناب شات حقهم آخر شيء مع أرقام التواصل برضو. والسلام عليكم.